بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو الثالث في شرح مادة السايكاتري سايكولوجي، معانا المحاضرة الخامسة اللي هي محاضرة الميموري اند ثينكينج، اللي هي محاضرة الذاكرة والتفكير. أول موضوع هنتكلم عنه إن شاء الله هي محاضرة هيبقى الميموري أو الذاكرة. الذاكرة هي المكان أو الطريقة اللي من خلالها بنخزن معلومات، بنخزن من خلالها الماضي عشان بعد كده لما نحتاج نسترجعه في الحاضر تاني يكون موجود. يبقى memory is the way in which the past is recorded، هي الطريقة اللي من خلالها الماضي بيتم تسجيله وتخزينه. and later referred to the present، ولما نحتاج نسترجعه تاني في الحاضر نلاقيه متخزن وموجود. بالإضافة لكده كمان احنا بنخزن كل المعلومات والمعارف بتاعتنا من خلال الذاكرة. لو الذاكرة مش موجودة يبقى there would be no past، مش هيكون في أي ماضي، لأن انت مش هتبقى فاكر أي حاجة من الماضي بتاعك، مش هتعرف تتعلم أي مهارة، ولا تعرف تحفظ الأسماء، ولا تعرف تحفظ مثلا أي معلومة. إذن الحياة هتكون مستحيلة بدون وجود ذاكرة أو ميموري أو مكان بنخزن فيه المعلومات والمعارف بتاعتنا. طيب الميموري طبعا مكانها فين أو التخزين بيتم فين؟ أكيد بيتم في البرين، وعندي ثلاث مراكز في البرين بيتخزن فيهم المعلومات. المركز الأولاني اللي هو الفرونتال كورتكس، وده بيكون مسؤول عن البروسبكتيف ميموري. البروسبكتيف المفروض تكون PRO مش BER، PRO prospective memory، ودي اللي هي الذاكرة المسؤولة عن الفيوتشر أو المستقبل. مثلا لما أكون عايز أعمل قائمة مهام، حاجات هنفذها مثلا بكرة ماشي، أو خطة مستقبلية أيا كانت، الخطة دي بتكون متخزنة فين؟ في البروسبكتيف ميموري. بعد كده في الهابت ميموري، ودي اللي بتخزن لي العادات اليومية، ودي بتكون مركزها في البيزال جانجليا. آخر حاجة الهيبوكامبس، وده بيخزن لي الفاكتس أو الحقائق، زي مثلا حقيقة ان مثلا القاهرة مثلا عاصمة مصر، او ان مصر تقع في افريقيا او ما شابه، اللي هي الحقائق يعني. يبقى دي كانت centers of memory باختصار. نيجي بعد كده للstages of memory، اللي هي مراحل تكوين المعلومة او مراحل تخزين المعلومة في الذاكرة. المعلومة عندي بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى اسمها مرحلة الانكودينج، او اللي هي تشفير المعلومة بحيث تكون محطوطة في صيغة اللي هي تخزين بعد كده في الذاكرة. يبقى المرحلة الاولى تبقى التشفير او الانكودينج. المرحلة الثانية انك المعلومه اللي شفرتها دي تخزنها بقى في الذاكره، ودي اللي بنسميها مرحله الاستورج او البيرمننت ريكورد، تسجيل التسجيل بيكون بيرمننت. اخر حاجه انا بقى عايز استرجع المعلومه دي بعد كده عشان اقولها او استخدمها في موقف ما، بعمل لها ريتريفال استرجاع. يبقى اذا ثلاث مراحل: انكودنج تشفير، استورج تخزين، بعد كده ريتريفال الاسترجاع. الميموري بتعتمد بشكل اساسي على النيورو ترانسميترز، ومن ضمن النيورو ترانسميترز اللي بتكون انفولفد في الميموري الاستايل كولين والدوبامين والسيروتونين وغيرهم. طيب نيجي بعد كده بقى للموضوع المهم والطويل اللي هو الليفلز اوف ميموري، اللي هي الليفلز اللي هي مستويات الذاكره. انا عندي الذاكره ليها ثلاث مستويات، اي معلومه باخدها المعلومه دي بتعدي على المستويات دي بالترتيب. ممكن تعدي على المستوى الاول بس تقف، ممكن تعدي عليه وتخش على الثاني، وممكن كمان تخش على المستوى الثالث على حسب بقى، هنشوف دلوقتي. طيب انا المعلومات بتاعتي بستقبلها عن طريق ايه؟ اي معلومه بنستقبلها زي ما عرفنا في محاضره البرسبشن او الادراك، اي معلومه بندركها، العالم حوالينا والبيئه المحيطه بندركها عن طريق الحواس الخمس بشكل اساسي، النظر فيجن او الهيرنج السمع وهكذا. طيب لما انا بقى بركز او بستقبل معلومه عن طريق ماي سنسز، عن طريق الحواس، اول حاجه او اول ليفل بيقابلها ايه؟ اللي هو السنسوري ميموري. انا عندي ثلاثة ليفل: سنسوري وشورت تيرم ولونج تيرم. لما المعلومه بتخش عن طريق الحواس اول حاجه بتقابلها او اول ميموري بتعدي عليها هي السنسوري ميموري. ومن اسمها كده سنسوري ميموري، يعني هي اللي بتستقبل المعلومات اللي داخله عن طريق السنسز. الميموري دي بتكون اولا خصائصها انها اولا انكونشس، يعني ما بتحتاجش تركيز او ما بتحتاجش يعني اصلا وعي او انتباه عشان الحاجه تتخزن. الحاجة التانية ان المعلومات بتخزن فيها المدة واسطة جدا لا تتعدى الثواني، يعني ثانية او اتنين بالكتير قوي. الحاجة التالتة ان هي very limited، يعني هي محدودة. طيب السنسوري ميموري دي عاملة زي ايه؟ زي ما تكون انت قاعد في عربية مثلا وبص من الشباك وبتشوف حاجات كتير طول ما انت ماشي، او انت ماشي في الشارع وشايف حاجات كتير طول ما انت ماشي. هل انت بتركز في كل حاجة انت شايفها؟ اكيد لا، مش بتركز، انت بتشوف وخلاص. وانت لو سألتك انت شفت ايه من ثانيتين من ثلاثة مش هتفتكر انت شفت ايه، ان انت ماشي في الشارع مركز على حاجة معينة، او يعني مركز على هدف معين مش ماشي تحفظ انت الحاجات اللي انت بتشوفها. طب امال انت بتشوف ليه؟ يعني انت ايه يعني دلوقتي لو انت مثلا شخص معدي قدامك فشفته وتجنبته، بدأت عن طريق ايه؟ عن طريق السنسوري ميموري. السنسوري ميموري هي اللي بتخزن لي المعلومات
مجرد دخولها من السنسز لمدة بسيطة، بعد كده تروح على طول وتخزن مكانها المعلومات الجديدة اللي داخلة وهكذا. طيب انت بقى المعلومة تتنقل للشورت ميموري لو انت انتبهت ليها بقى، لو انت انتبهت لها بشكل خاص، تمام؟ حاجة مثلا لفت انتباهك وانت ماشي فركزت فيها وانتبهت، يبدأ بقى المخ ينقل هذه المعلومة للشورت تيرم ميموري وتقعد معاه فترة أطول، زي ما نعرف بقى، زي ما ناخد دلوقتي في الشورت تيرم ميموري. تاني خصائص السنسوري بكل سنسوري ميموري، خصائصها أول حاجة إنها بتستقبل المعلومات اللي داخلة من السنسز، إنها بتقعد فيو سكندز، مدتها قصيرة جدا جدا، وإن هي المعلومة بتكون unprocessed information، تمام؟ وما بتتنقلش للشورت تيرم ميموري إلا لو نقلتها للكونشسنس أو للوعي. نيجي بعد كده للشورت تيرم ميموري. دلوقتي انا خلاص المعلومه دخلت السنسور ميموري، بس انا ركزت فيها وانتبهت ليها فانتقلت الى الشورت تيرم ميموري. يبقى امتى المعلومه تنقل الى شورت ميموري؟ When the information in our sensory memory is transferred to our consciousness or our awareness. لما ننتبه او نبص بشكل واعي او متركيز للمعلومه اللي احنا استقبلناها دي، فتتنقل للشورت تيرم. طيب الشورت تيرم برضك يعني قصيرة زي السنسوري بس أطول شوية، يعني بتكون حوالي 30 ثانية، لكنها طبعا ما زالت برضك قصيرة والمعلومات بتروح منها بسرعة، وكمان ليميتد كاباسيتي، هي كمان برضك يعني مساحتها التخزينية محدودة تقريبا من 5 ل 9 بيتس، اللي هي 7 يعني متوسط 7، ممكن تزيد 2 تبقى 9، وممكن تقل 2 تبقى 5. يبقى الشورت تيرم ميموري دي الذاكرة اللي هي بعد السنسور على طول، وبتكون ليميتد وبتكون بردك شورت تيرم بس بتبقى 30 ثانية. وامتى معلومة بتخش فيها؟ لو انت بصيت لها بشكل بانتباه او بوعي consciousness او awareness. طيب بعد ما انت دلوقتي انتبهت للمعلومة دي، لقيتها انها معلومة مهمة وانت عايز بقى تحفظها عشان هتحتاجها بعد كده، ده بقى ليفل جديد. يبقى عقلك هيروح ناقل المعلومة دي من الشورت تيرم وياخدها على اللونج تيرم ميموري، اللي هي بقى اهم واحدة فيهم، واللي هي بنخزن فيها كل معارفنا وكل المعلومات اللي احنا بنحفظها وكل مهاراتنا وكل كل all of knowledge تخزن على اللونج تيرم ميموري. يبقى المعلومة دخلت على السنسوري، انتبهت لها، دخلت على الشورت تيرم. بعد ما انتبهت لها بقى خليتها تبقى significant وأدركت إنها معلومة مهمة وعايز تحفظها، يروح المخ ناقلها لك على اللونج تيرم ميموري. يبقى اللونج تيرم ميموري امتى بيجيها المعلومة؟ when we process information and attach significance to it and the information is deemed important، تعتبر مهمة وبالتالي تنقل إلى اللونج تيرم ميموري. من خصائصها بقى إنها أولا permanent، يعني المعلومات بقى اللي بتخشها خلاص مش بتطير منها بعد وقت معين، هي بتكون دائمة permanent، و unlimited اللي هي غير محدودة ما بتخلصش تماما، يعني الواحد من أول ما يتولد لغاية ما يموت بيقعد يحفظ معلومات ويتعلم مهارات، ومفيش أي مرة بيحفظ حاجة مثلا يعني المخ بيقول له عايزين نفضي مساحة أو مفيش مكان، لا مفيش الكلام ده. الذاكرة اللونج تيرم unlimited وغير محدودة وبيرمننت كمان، يعني المعلومات مش بتطير منها بعد وقت معين، لا بتفضل موجودة فيها دايما. طب ما احنا بننسى ليه؟ هنعرفه بعد كده، لسه ما نتكلم على النسيان. طيب احنا قلنا المعلومة عشان تخش اللونج تيرم ميموري، ايه اللي بيحصل؟ اللي بتخش امتى؟ لما انت تعتبرها معلومة مهمة attach significance to it. في بعض الاسباب التانية اللي ممكن تخلي المعلومة تخش في اللونج تيرم رغم انها مش مهمة، زي مثلا الريبيتيشن، التكرار. التكرار من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي المعلومه تدخل في الذاكره طويله الامد اللي هي اللونج تيرم. حتى المعلومه ممكن تكون مش مهمه بالنسبه لك، بس انت عشان بتتكرر قدامك كتير، حاجه بتشوفها كل يوم مثلا، فتطبع في ذهنك خلاص وتحفظها. بردك من سبب من اسباب الاتاتشمنت تو سام سيجنيفيكانت ايفنتس، يعني تكون المعلومه نفسها مش مهمه ولكنها حصلت اثناء حدث انت معتبره حدث مهم، فتتسجل في اللونج تيرم مع الحدث ده. كده خلصنا كلام على اللونج تيرم بشكل عام. ايه هي خصائصها؟ permanent unlimited في significant information بس مش اكتر. طيب اللونج تيرم بقى دي ليها انواع، ليها نوعين اساسيين، نوع اسمه procedural memory او الذاكره الاجرائيه، وليها اسم تاني برضك implicit يعني ضمني، وفي declarative memory اللي هي الذاكره التصريحيه وليها اسم تاني explicit. طيب ايه الفرق بين الاتنين دول؟ دي من اسمها كده ذاكره اجرائيه، اذا انت بتحفظ اجراء شيء ما، يعني بتسجل فيها مهارات، زي مثلا الطفل الصغير بيكونش مثلا بيعرف يلبس هدومه لوحده، لازم انت تعلمه ازاي يلبس، فلما تعلمه ازاي يلبس هدومه مع الوقت يبدا يتعلم، وخلاص لما بيكبر بتبقى دي بالنسبه له سكيل، مهاره، وعارف ازاي يلبس هدومه. طب ازاي يلبسها دي اللي هو المهاره دي اللي هي لبس الهدوم، بتخزنها فين عنده؟ في البروسيدرال ميموري. نفس الكلام لما يتعلم ان هو يسوق العجله، بعد كده يتعلم مثلا ان هو يسوق العربيه، كل دي مهارات سكيلز، ان هو مثلا يربط الحذاء بتاعه، طيب ده شو كل دي
كل دي مهارات بتتخزن فين؟ في البروسيدرال ميموري. يبقى اول معلومه عرفتها عن البروسيدرال ميموري او الذاكره الاجرائيه او الامبليسيت ان هي بتخزن سكيلز بتعلمك او بتحفظ هاو تو دو سمثينج، كيف تفعل شيء ما. يبقى ده اول حاجه عرفناها عنها. طيب ايه تاني معلومه تانية مهمه عن البروسيدرال ميموري؟ ان هي بتشتغل بشكل انكونشس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا خلاص اتعلمت ازاي اسوق العجل، قعدت فتره بقع وبتعلم مش عارف ايه لغايه ما خلاص اتعلمت ازاي اتوازن وبقيت اعرف اسوق العجله كويس جدا. هل بعد كده لما اجي اسوق العجله ببذل مجهود عشان استرجع المعلومات ازاي بسوقها؟ لا، انت بتسوق وانت بدون تركيز، ما بتحتاجش تركز في انك تسوق، بتلاقي ايدك ورجلك بيتحركوا بشكل حتى اوتوماتيك كده بدون ما تركز. نفس الكلام في سواقه العربيات، لأول مرة بتبقى انت متوتر وايدك رجلك تتلخبط بين الفرامل والدبرياج والبنزين ومش عارف ايه، لكن مع الوقت اما السكيل تتخزن بشكل كامل في الميموري دي خلاص بتسوق بقى رجلك شغاله اوتوماتيك لوحدها، ما بتحتاجش انك تركز او تلاقيش ما بتتلخبطش مثلا اثناء السواقه او كده، الا بقى لو حصل ديستراكشن ده حاجه ثانيه، لكن في الطبيعي لا. نفس الكلام مثلا في لبس الهدوم، انت بتيجي تلبس هدومك ما بتفكرش بقى انا المفروض ادخل ايدي هنا الاول بعد كده ادخل ايدي هنا، لا ما بتفكرش، انت بتشتغل على طول اوتوماتيك بشكل لا واعي. ممكن كمان تكون بتعمل اي حاجه تانية، بتتكلم بتهزر بتضحك بتلعب وانت في نفس الوقت بتلبس او بتسوق وانت مش محتاج تركز في السواقه بشكل اساسي او في لبس الهدوم بشكل اساسي وهكذا. يبقى ايه هي الميزه اللي بتميز البروسيدر ميموري؟ ان هي بتشتغل اما تيجي تسترجع المعلومه منها او تسترجع المهاره بقى بمعنى اصح، لانها بتخزن مهارات مش معلومات. اما تيجي تسترجع المهاره عشان تنفذها بتسترجعها بشكل لا واعي وبشكل اوتوماتيك وسريع بدون بذل مجهود. طيب ده كده خلصنا البروسيدرال ميموري، نخش على الديكلاريتيف ميموري. الديكلاريتيف بقى دي بتخزن لي المعلومات، دي كانت بتخزن مهارات هاو تو، دي بتخزن معلومات وات وير اين ماذا وهكذا. يعني مثلا اخذ اعرف ان القاهره عاصمه مصر، ان البحر المتوسط يقع في الشمال، ان لندن عاصمه انجلند، كل دي معلومات. المعلومات دي بتتخزن فين؟ في الديكلاريتيف انفورميشن اللي هي الذاكره التصريحيه، من اسمها برضك الاكسبليسيت. تصريحيه يعني او اكسبليسيت معناها تصريحي، يعني انت ممكن تقوله حاجه ممكن تصرح بيها، بخلاف دي كنا بنقول عليها امبليسيت. امبليسيت يعني ضمني، اللي هو شيء ما تصرحش بيه، يعني ما فيش حاجه اسمها انك تصرح بمهاره او تقول المهاره، المهاره ما بتتقالش، المهاره بتتعمل، انما المعلومات بتتقال. عشان كده بنسمي دي اكسبليسيت او ديكلاراتيف، الذاكره التصريحيه. بتخزن فيها ايه؟ بتخزن فيها الانفورميشن والمعلومات. طيب دي على عكس البروسيدورال بتبقى بتحتاج كونشسنس، بتحتاج وعي، بتحتاج بذل مجهود عشان تسترجع المعلومه. لما بتحتاج تفتكر معلومه انت حافظها بتحتاج تبذل مجهود وتحتاج تكون مركز عشان تفتكر المعلومه دي، مش زي كده المهاره بتعملها وانت مش مركز او انت مش واخد بالك او بشكل اوتوماتيك، لا هنا العكس الديكلاريتيف. طيب الديكلاريتيف دي ذات نفسها بقى بتنقسم الى قسمين، السيمانتيك والابيسوديك ميموري. ايه الفرق بينهم؟ السيمانتيك بتخزن لي الحقائق المجرده، بينما الابيسوديك بتخزن لي ممكن نقول الاحداث او الحكايات. يعني مثلا لو انا عارف ان تاريخ ميلادي هو مثلا يوم 9/1 2002 مثلا، ده تاريخ ميلادي، فدي معلومه سيمانتيك ميموري. يعني ايه؟ يعني معلومه حقيقه مجرده. لكن لو فرضنا مثلا ان انا عملت حفله عيد ميلاد ماشي وعايز احكي لك اللي حصل فيها، طب انا حفظت احداث الحفله فين؟ في الابيسوديك ميموري. يبقى الاحداث بتتحفظ في الابيسوديك ميموري بينما المعلومات نفسها بتتحفظ في السيمانتيك. مثال تاني مثلا، انت تعرف ان اسم المدرس العربي بتاعك كذا، اسمه مثلا مستر احمد، دي معلومه. مدرس العربي بتاعي اسمه مستر احمد، فدي معلومه بتخزن فين؟ في السيمانتيك ميموري. لكن لو قلت لك احكي لي ايه اللي حصل في حصه مستر احمد امبارح، انت كده هتحكي لي احداث حصلت. يبقى الاحداث تتخزن فين؟ في الابيسوديك ميموري. عرفنا الفرق بين الاثنين؟ يبقى السيمانتيك للاحداث، قصدي السيمانتيك للانفورميشن، بينما الابيسوديك للايفنتس. والاثنين طبعا ديكلاريتيف، يعني الاثنين بيحتاجوا كونشس عشان كونشسنس عشان تفتكرهم، والاثنين ملوش دعوه بالسكيلز خالص. طيب تعالوا نقرا عشان نشوف لو نسينا حاجه. قلنا البروسيدورال، قلنا جاوب على سؤال هاو اللي هي السكيلز زي رايد ا بايك، تاي يور شوز، وبتكون انكونشس اند اوتوماتيك لما تعمل ريتريفال للسكيل. طب الديكلاريتيف نوينج ذات، ان تعلم ان لندن مثلا عاصمه انجلند، ان باريس عاصمه فرنسا وهكذا. طب لما تعمل ريكولينج للانفورميشن بتحتاج كونشسنس، لازم تكون مركز وواعي اللي بتعمله، مش بتحصل بشكل اوتوماتيكي زي البروسيدورال. طيب انواعها قلنا سيمانتيك وابيسوديك، قلنا الفرق السيمانتيك بتخزن الابستراكت انفورميشن والمعلومات العامه والجنرال نوليدج، تمام، بينما الابيسوديك بتخزن لي الايفنتس والاحداث. زي مثلا على سبيل المثال احكي لي ايه اللي حصل معاك اول يوم حصل رحت فيه مدرسه،
كي الاحداث يبقى ابيسوديك. لكن قول لي اول يوم رحت المدرسه كان يوم ايه؟ يوم خميس مثلا؟ لا ده كده دي سيمانتيك ميموري. طيب كده احنا خلصنا انواع اللونج تيرم ميموري، تعتمد على ايه؟ الابيسوديك ميموري دي تعتمد على النيورو ترانسميتر، على النيو سيركتس، وعلى البروتين. طيب دي بقى مقارنه سريعه ما بين السنسوري والشورت تيرم واللونج تيرم. السنسوري ليها اسم تاني ايكويك، الشورت تيرم اسمها وركينج، اللونج تيرم ملهاش اسم تاني، هو اسم واحد بس اللونج تيرم. طيب الديوريشن قلنا السنسوري بتكون قصيره جدا، ممكن تبقى 1 سكند او اقل. الشورت تيرم ميموري هناك قلنا 30، هنا مكتوب 20، ما رحناش بعيد، المهم ان في نفس الرينج ده من 20 30 ثانيه. بينما اللونج تيرم بتكون بيرمننت. الاستابيليتي السنسوري ما بتكونش مستقره اطلاقا، المعلومات بتيجي وتروح في ثواني. الشورت تيرم لا بتكون يعني برضك المعلومات بتروح منها بس بشكل ايزي، بس مش زي السنسوري ميموري، بتكون يعني مور ستيبل شويه. اما اللونج تيرم، اللونج تيرم فدي بقى اللي هي موست ستيبل، اللي هي بتكون مستقره تماما والمعلومات ما بتروحش منها بسهوله، نوت ايزلي disrupted. الكاباسيتي او اللي هي يعني السعه التخزينيه، السنسوري بتكون فيري ليميتد، الشورت تيرم بتكون زي ما قلنا ليميتد، بتكون 7 بتس، ممكن توصل ل 9، ممكن تقل ل 5. اما اللونج تيرم فدي ما بتخلصش، unlimited. طيب السنسوري ميموري زي ما قلنا بتكون لحظيه مومنتري، اللي هي بتخزن المعلومات اللحظيه وبتطير وتخش في اللحظه اللي بعدها، تخزن اللي بعدها وهكذا، بتكون غالبا او بتكون اثناء الانكونشسنس، اللي هي بتحصل بشكل لا واعي بدون تركيز منك. لو عملت بقى شويه اتنشن وكونشسنس الموضوع يتنقل للشورت تيرم. طب لو الموضوع بقى سيجنيفيكانت يتنقل للونج تيرم. طيب اللونج تيرم اللي هي بنخزن فيها بقى زي ما قلنا all of our knowledge، كل المعارف بتاعتنا ما فيها المعلومات والمهارات، السكيلز اللي هي الامبليسيت، امبليسيت سكيلز، واكسبليسيت اللي هي المعلومات. قلنا الاكسبليسيت يعني ممكن تتقال، can be put into words، بينما السكيلز اللي هي ما بتتقالش بتتعمل، فبنسميها امبليسيت. طيب دي مقارنه سريعه على الكلام اللي احنا قلناه. ناخد بعد كده التقسيمه للميموري لبعض انواع الميموري. في حاجه اسمها ايموشنال ميموري اللي هي بتخزن الايموشنز او العواطف، الموتيفيشنال ميموري اللي هي بتكون مسؤوله عن اكتساب السكيلز اللي فيها حركات، البكتوريال ميموري واللي هي بتخزن لي الصور والتيستس اللي هو يعني المذاق والسميل والساوندز، اللوجيكال ميموري ودي اللي هي بتكون مسؤوله عن الثينكينج وتخزن لي السيمانتكس اللي هي الحقائق او المعلومات المجرده، اخر حاجه الايديتك ميموري وديا يعني اللي هي ذاكره بتكون موجوده بشكل اساسي اكتر عند الاطفال، وديا اللي هي نوع من الميموري بيخلي الشخص يقدر يتخيل صوره كامله او يتخيل سبجكت كامل قدامه من غير ما يشوف تفاصيله، يعني هو يقدر يتخيله لوحده. يعني يقدر يتخيل السبجكت او الاوبجكت دون بدون ما يشوف، بدون ما يكون موجود قدامه، ويقدر كانه شايف صوره كامله ليه. والصوره دي الميموري دي ما بتبقاش موجوده عند كل الناس، ولما تكون موجوده بتكون اكتر في الاطفال. طيب دي كده كانت انواع يعني الميموري، غير انواع اللي احنا اتكلمنا عليها، هي الانواع الاساسيه بقى اللونج تيرم اللي هي المستويات الاساسيه يعني. بعد كده اتكلم عن توبيك او يعني فكره اسمها النيمونكس، الام ان سايلنت نيمونكس. النيمونكس دي يعني بالعربي كده اللي احنا بنقول عليها ايه، احنا بنسميها التحشيشات، اللي هي بيكون عندك معلومه طويله وصعبه في حفظها، فبتحطها في شكل مثلا جمله او اغنيه او مجموعه من الحروف عشان تسهل عليك الحفظ. يبقى ايه بكل بساطه؟ هي تكنيك، هي تقنيه for remembering information، عشان تذكر المعلومات that is difficult to recall، تذكر المعلومات الصعبه. ايه الفكره ورا النيمونكس؟ ان انت بتشفر المعلومات الصعبه في شكل سهل عشان تفتكره، فلما تيجي تفتكر بقى المعلومه الصعبه دي تفتكر ايه؟ تروح تفتكر المعلومه السهله اصلا، والمعلومه السهله كده كده لما تفتكرها هي مربوطه بان انت رابطها في مخك بالمعلومه الصعبه، فتجيب المعلومه الصعبه معاك. مثال بسيط على كده، مثلا الوان الطيف اللي هو الضوء، الضوء الوانه بتتكون من 7 الوان، كنا بنحفظها زمان لازم نحفظها بالترتيب بتاعها، ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايولت كده، فكنت مثلا دايما بتلخبط فيهم. لما حطيتهم في كلمة روي جي بيف، فدي كلمة قصيرة وتنفع كأنها اسم شخص، روي جي بيف، روي جي بيف، بقيت كل ما أجي عايز أقول ألوان ألوان الضوء أروح أفتكر على طول روي جي بيف، وأقول بقى أر يبقى ريد، أو يبقى أورنج، واي يلو، جي جرين، وهكذا وأكمل. يبقى ده مثال بسيط يعني خالص على النيمونكس. ممكن كمان إنك تربط المعلومة بصورة، مش شرط تربطها ب يعني مش شرط إنك تربط المعلومة بكلام، ممكن تربطها بصورة.
ايا كان بقى، المهم انك تربط المعلومه بشيء سهل تتذكره. يعني انا عندي مثلا واحد زميلي كان بيربط المعلومه باسماء الشخصيات اللي بيتفرج عليهم في الانمي ان شاء الله، يعني هو حافظ الانمي كويس جدا وحافظ الشخصيه كويس، فيربط المعلومه باسم الشخصيه عشان شبهها مثلا، بحيث يفتكرها في الامتحان باسم الشخصيه. مش عارف هو كان بيعمل كده ازاي. انا اصلا يعني شخصيات الانمي بحتاج لهم نيمونكس عشان خاطر احفظهم، لان هو اصلا اسمهم صعب، فهو بقى يعني هو سهله بالنسبه له فربطها بالمعلومه الصعبه. المهم كده دي كانت توبيك كده لوحدها اللي هي النيمونكس. نتكلم بعد النسيان، احنا ليه بننسى؟ ليه بننسى؟ احنا بننسى لاسباب مختلفه، من ضمنها حاجه اسمها الانترفيرنس، وحاجه اسمها الريبريشن او فيلير اوف انكودنج او فيلير اوف ريجستريشن. خلينا نكون ناخد كل واحده فيهم كده واحده واحده. اول حاجه الانترفيرنس اللي هي معناها التداخل، ان المعلومات تخش في بعضها ومعلومه تحجب لي معلومه، بمعنى ان مثلا حاجه من اتنين، يا اما معلومه قديمه تحجب لي معلومه جديده، يا اما العكس. فلو معلومه قديمه انا كنت عارف معلومه قديمه، بعد كده اتعلمت معلومه جديده، اما جيت افتكر بقى المعلومه الجديده دي ما عرفتش افتكرها، ولقيت نفسي افتكر المعلومه القديمه، فايه اللي حصل؟ المعلومه القديمه تداخلت مع الجديده وحجبتها. فده بسميه proactive inhibition. ال earlier learning interfere with the later learning and inhibits its recall. تمام؟ على سبيل المثال ان انا مثلا من اسبوع قابلت ناس اتعرفت عليهم وعرفت اسمائهم، جيت النهاردة عرفت ناس تانيين اتعرفت عليهم برضك وعرفت اسمائهم، اما اجي بقى روحت وبحاول افتكر اسماء الناس اللي اتعرفت عليهم النهاردة، الاقي ناس مش فاكرهم كويس، وعمال افتكر الناس اللي هم القدام اللي عرفتهم من اسبوع. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المعلومه القديمه اللي عندي اللي هي اسماء الناس اللي عرفتهم امبارح تداخلت مع الناس اللي انا عرفتهم النهارده وحجبتها عن الريتيف انهيبيشن. طيب بالنسبه للريترو اكتيف انهيبيشن ده بقى العكس، معلومه جديده تحكي بالمعلومه القديمه، ودي بتحصل معايا دايما واحنا بنذاكر. يعني انا بذاكر محاضره مثلا احفظها كويس جدا وبحفظها تمام، اجي تاني يوم اذاكر محاضره جديده واحفظها كويس، افتكر بقى المحاضره القديمه خلاص ما لا مش فاكرها، الاقي نفسي نسيت المحاضره القديمه. ليه نسيتها؟ لان المحاضره الجديده حجبتها، عملت لها انهيبيشن، لما اجي افتكرها ما اعرفش افتكرها. يبقى دول سببين مهمين بيحصلوا وبيعملوا النسيان، الانترفيرنس سواء برو اكتيف او ريترو اكتيف. طيب ايه تاني؟ الريبريشن. ايه هو الريبريشن؟ احنا الريبريشن دون في اول محاضره خالص قلنا ان كان ديفنس ميكانيزم، قلنا العقل كان بيعمل بشكل لاواعي، لما يحصل حدث صادم جدا او صدمه نفسيه كبيره، تروماتيك ايفنت، العقل عشان يحمي الشخص من اثار الصدمه دي بيقوم يحاول يكبت الذكرى دي ويدخلها في العقل اللاواعي عشان تتنسي، فده بنسميه ريبريشن او موتيفيتد فورجيتنج. على سبيل المثال A student doesn't want to remember the name of a teacher who has severely punished him in his school days. مثلا مدرس ضرب الطالب بشكل عنيف جدا في يوم من الأيام، فعشان الذكرى دي تتمحي العقل يخلي اسم المدرس ده يروح في العقل اللاواعي في unconscious عشان يكبت أو يعني يتخلص من الحدث ده، لأنه كان حدث مثلا مؤلم أو سبب صدمة نفسية للطالب. ده مثال يعني. ثالث حاجة ممكن تحصل هي الفيلير اوف انكودينج، يعني انت اصلا ما شفرتش المعلومة صح، فبالتالي المعلومة اساسا ما دخلتش في اللونج تيرم ميموري، وده ممكن يحصل مع الناس اللي هم اولد ايج الكبار في السن بسبب ان هم بيكونوا عندهم مشاكل في الذاكرة وكده. فممكن تيجي تقول له معلومة مثلا بكرة تلاقيه نسيها، طب هو نسيها ليه؟ نسيها لان هو اصلا مع عقله ما عرفش يعملها انكودينج بشكل صحيح بسبب ان هو عنده اصلا مشاكل، فالمعلومة اصلا ما دخلتش اللونج تيرم ميموري من الاساس. طيب ممكن المعلومة تخش او يعني يتعمل لها انكودنج عادي، بس تيجي تتخزن تلاقي المكان اللي يتخزن فيه في البرين فيه اصابه، فيه ديسيز او ليجن او كده، فده بنسميه فيلير اوف ريجستريشن. المشكله هنا مش في الانكودنج، لا في الريجستريشن، في التخزين ذات نفسه. يعني احنا قلنا الهيبوكامبس ده كان مسؤول عن الفاكتس قلناها فوق. طب لو حصل فيه اصابه ليجن بقى ديسيز، حصل فيه تروما، حصل مشكله في البروتينز، احنا قلنا الذاكره بتعتمد على النيورو ترانسميتر، بتعتمد على بروتين سينثيسيس، فلو الحاجات دي حصل فيها كلها مشاكل، انت تيجي انت العقل يعمل او المخ يعمل انكودنج، يجي بقى يخزن ما يعرفش يخزن بسبب المشاكل اللي موجوده فيه بسبب الامراض دي، فده سبب من اسباب النسيان. زي بالظبط الهارد بتاع الكمبيوتر، يعني الهارد بتاع الكمبيوتر لما يجي فيه باد سيكتور اللي هي الهارد ذات نفسه اصلا القطعه الميكانيكيه بتاعته اصلا فيها مشاكل بايظه اساسا،
متجرحة مش عارف يخزن المعلومات كويس. الاسطوانة مثلا لما بتتجرح المعلومات اللي عليها بتطير، ليه؟ لأن ده أصلا هي نفسها باظت. فنفس الكلام البرين حصل فيه مشكلة، هو ذات نفسه مشكلة عضوية، فطبيعي لو في معلومة متخزنة في المكان ده هتتنسي. طيب آخر حاجة بقى اللي هي إنك متعرفش تسترجع المعلومة بسبب الإيموشنال أو السايكولوجيكال ستيت، بسبب مشكلة أو يعني بسبب الحالة النفسية أو الحالة العاطفية. متوتر مثلا أو خايف من حاجة أو مثلا محرج أو ما شابه. ودي كانت بتحصل لأغلبنا برضك أكيد، حصلت لناس كتير وهما في الامتحان مش فاكر السؤال فيتوتر ويخاف يقعد يحاول يفتكر فيه مع إنه مذاكره متأكد إن هو مذاكره، بس ما يعرفش يفتكر الإجابة أبدا مهما يعني. مجرد ما يسلم الورق ينزل الحوش يفتكر المعلومة على طول. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الريتريفال حصل له انهيبيشن او يعني حصل له فشل بسبب الستيت او الايموشنال ستيت اللي انت كنت فيها وانت في الامتحان، بسبب التوتر والخوف والقلق. فمجرد ما خلاص خلصت الامتحان بقى وخرجت، الخوف راح القلق راح، هديت فتفتكر المعلومه اللي انت مش عارف تفتكرها فوق. عشان كده دايما بينصحونا في الامتحان ايه، تبقى هادي ما تتوترش، لو ما عرفتش حاجه سيبها وخش في المعلومه دلوقتي وبرجع لها بعدين وهكذا. ليه؟ عشان خاطر ما يحصلكش مشاكل في الريتريفال اوف انفورميشن. برضك الدرجة كمان ممكن تعمل لي مشاكل في الريتريفر اكيد، يعني حاجة بديهية. بس دي كانت اسباب الفورجيتنج او النسيان. ازاي بقى نحسن الذاكرة ونحسن الحفظ والكلام ده كله؟ قال لي والله الريتريفر يعني استرجاع المعلومة بيكون احسن كل لما يكون الموقف اللي بتسترجع فيه معلومة شبه الموقف اللي انت حفظتها فيه. يعني when the situation in the retrieval matches شبه situation اللي كان موجود اثناء الانكودنج، ده بيكون كويس جدا وبيخلي استرجاع المعلومه يكون سهل. برضك من ضمن الحاجات اللي بتساعد على تخزين الميموري اما تكون مرتبطه بشيء عاطفي بالايموشن، اما تكون مينينج فولنس، ودي برضك شيء بديهي جدا. يعني ايه مينينج فولنس؟ يعني ليها معنى بالنسبه لك. لو انا جبت لك جمله مثلا دلوقتي بالالماني او بالصيني وقلت لك احفظها، هتبقى صعب عليك جدا تحفظها. طب لو جبت نفس الجمله بس بالانجلش هيبقى هتحفظها بسهوله اكتر بكتير لانك انت فاهم الانجلش. طب لو جبتها بالعربي انت هتفهمها، هتحفظها احسن واحسن، لان العربي بالنسبه لك ليه معنى اوضح من كمان الانجليزي. يبقى كل ما الشيء يكون ليه معنى بالنسبه لك، كل ما يكون مينينجفول، كل ما يكون اسهل في الحفظ. رابع حاجه النيمونكس. احنا قلنا النيمونكس دي اتكلمنا عليها فوق، سواء بقى في صور، في اغنيه، في جمله مكونه من الحروف اللي انت واخدها من اوائل مثلا المعلومات، ايا كان الطريقه اللي تعمل بيها النيمونكس بتاعتك. الاوفر ليرنينج والريهرزيال اللي هي الريبيتنج، يعني الريبيتيشن. احنا قلنا فوق ان الريبيتيشن حتى لو معلومه مش مهمه ممكن يخليها تخش اللونج تيرم، فما بالك لو انت معلومه مهمه وانت كمان تكررها فتخش في اللونج تيرم بشكل اسرع وتتحفظ. يبقى التكرار من ضمن برضك الحاجات. فيجوالايز، فيجوالايز كونسبت. العقل دايما او الذاكره دايما في اغلب الناس بتحفظ الصور اسهل من الكلام، عشان كده يقول لك دايما ايه، حاول تعمل دياجرامات وتحط المعلومات في شكل صور عشان خاطر تحفظها بشكل افضل. متنسيش برضك teach new concept to another person، انك تشرح المعلومه لحد تاني. طبعا دي من اكتر الحاجات اللي بتثبت المعلومه. reading materials out loud، القراءه بصوت عالي برضك بتثبت. focus your attention، انك تركز على الحاجه اللي انت بتعملها وبتذاكرها وتمنع اي distraction زي الموبايل مثلا. انك انت تخلي فيه ريجولار ستدي سيشنز، يعني تكون المذاكره على سيشنز وفترات وبينهم راحه، ما يبقاش مذاكره متواصله مثلا ساعتين ثلاثه ما بتقومش على الكتاب، لان انت اول ساعه هتذاكر كويس، ثاني ساعه هتبقى تعبان وحفظك مش قد كده، ثالث ساعه مش هتحفظ حاجه خالص. لكن لما تقعد نص ساعه تحفظ كويس جدا، وتريح 10 دقائق مخك يعمل ريفريش، ترجع نص ساعه كمان وبعد كده تريح 10 دقائق وهكذا، يبقى حفظك هيبقى افضل. انك تربط المعلومات ببعضها، ريتوت نيو فيشن تو ثينجز يو اوريدي نو، تربط المعلومات ببعضها، المعلومات الجديده بالمعلومات القديمه. دي من اكتر الحاجات برضك اللي بتثبت لك المعلومه، انك ممكن تفتكر المعلومه من كذا طريق، انك تربطها بكذا معلومه تانية، فانت لو نسيت المعلومه دي هتفتكر المعلومه اللي انت رابطها بيها فتعرف تفتكرها وهكذا. اخر حاجه انك تغير من روتين المذاكره، يعني ما تذاكرش في مكان واحد بطريقه واحده، لا غير من اسلوب مذاكرتك، الالوان اللي بتذاكر بيها، المكان اللي بتذاكر عليه او بتذاكر فيه وهكذا. فدي كلها او حوالي تقريبا 12 نصيحه لكيفيه تحسين الحفظ. طبعا يا جماعه المواد بتاعتنا في الطب الحمد لله ما بتعترفش بالكلام ده خالص، يعني انت لو بتذاكر بايو كيمستري وقعدت طبقت كل النصائح دي فيها هتيجي يوم الامتحان نفسك ناسي برضك، ما تقلقش المواد عندنا ما بتعترفش بالكلام ده خالص الحمد لله. اخر حاجه مقياس تقييم الذاكره. عندنا مقياس تقييم الذاكره مش عايزين نعرف غير بس اسمه، اسمه ويشلر ميموري سيندروم، ويشلر ميموري سكيل قصدي. بيستخدم من سن 16 ل 90 سنه، وهو حاليا في الفورث اديشن، الاصدار الرابع بتاعه اصدر في 2009. وفي بيستخدم معاه برضك حاجه اسمها ادلت
يستعمل معاه برضك الوشلر ادلت انتليجنت سكيل اللي هو مقياس الذكاء بس مش اكتر، مش عايزين نعرف عنه حاجه تانية. هو عباره عن نيورو سايكولوجيكال تيست بيقيس وظائف الميموري يعني. طيب وبكده نكون خلاص خلصنا جزئيه الميموري، ندخل بقى على جزئيه الثينكينج او التفكير. احنا خلاص كده خلصنا الميموري، ندخل على الثينكينج او التفكير. الثينكينج هي عملية التفكير، يعني هي مش محتاجة شرح أكتر من كده من ناحية المعنى أو التعريف. هي عملية التفكير هي عبارة عن نشاط أو mental activity بنعمله عشان خاطر مثلا solve problem، تحل مشكلة، أو تفكر في ال plan to future، تفكر تخطط المستقبل، وأنت مثلا بتكتب خطاب when we write a letter mental activity. طيب ال definition بتاعه it is a mental activity that goes in the brain when a person is organizing and attempting to understand information and communicating information to others. يعني هي نشاط او mental activity بيحصل في المخ من اجل تنظيم المعلومات ومحاولة فهمها بشكل افضل وتوصيل المعلومات ببعضها، من اجل بقى الوصول لحل او من اجل فهم شيء او من اجل حل مسألة ايا كان. طيب الثينكينج دون عملية يعني تقريبا fully mental، يعني اللي هي بتبقى بشكل اساسي هي في المخ بس، ما بتحتاجش اعتماد على السنسز ولا على الموتور، على اللي هي يعني ما بتحتاجش حركه، ما بتحتاجش يعني اعتماد على الحواس الخمسه، لا هي عمليه بتعتمد على انك في معلومات في مخك وانت بتفكر فيها بواسطه المخ فقط، يعني منتال بس. طيب الكونسبت كده عرفنا يعني ايه ثينكينج وان هو عمليه بتتم في المنتال بشكل اساسي. في بقى شوية كده مفاهيم أو تعريفات عايزين نفهمها. أول حاجة عندي كلمة كونسبت. يعني إيه كونسبت؟ كونسبت معناها بالعربي مفهوم. المقصود بالكونسبت هنا يعني خلينا نقول مثلا إيه، دلوقتي أنا قدامي ده إيه؟ قدامي ده جهاز كمبيوتر مثلا، وقدامي موبايل بسجل عليه. الموبايل دون أنا إزاي عرفت إن ده موبايل؟ لأن أنا في دماغي مفهوم عن كلمة موبايل دي، ان هو عباره عن حاجه ليها شاشه بتشتغل مثلا باللمس وبيبقى فيها من ورا كاميرا وبتعمل كذا وكذا وكذا، خصائص عامه كده للموبايل. اهو شويه الريبريزنتيشن او التمثيل الموبايل اللي في دماغي دون هو ده بنسميه الكونسبت، ده مفهوم الموبايل. في مفهوم للموبايل، في مفهوم للكمبيوتر، في مفهوم للانسان، في مفهوم لكل حاجه، مفهوم للقطه، مفهوم مثلا للكلب، مفهوم للفار، كل حيوان، كل اوبجكت، كل اوبجكت حرفيا في العالم يبقى ده كده عباره عن كونسبت مفهوم. يبقى الكونسبت ار ذا بيلدينج بلوكس اوف مينتال ريبريزنتيشن اند ثوتس. هو ديا البلوكس او الحاجات اللي انا ببني من خلالها التمثيل للعالم في مخي والافكار. زي ما قلت كده دلوقتي الموبايل مثلا يعتبر مفهوم ليه خصائص معينه، الكمبيوتر مفهوم ليه خصائص معينه، القطة مثلا مفهوم وليه خصائص معينة، البني آدم مفهوم وليه خصائص معينة، وهكذا. وبالتالي أقدر أقول إن المفاهيم دي عبارة عن كاتيجوريز أو تقسيمات إحنا بنعملها كبني آدمين عشان خاطر نقسم الأوبجكتس كتير اللي موجودة في العالم حوالينا ل كاتيجوريز مختلفة، بحيث إن لما أشوف حاجة أقدر أدخلها في الكاتيجوري. لأن أنا لو دلوقتي هتعامل مع كل أوبجكت بشوف في العالم على إنه حاجة مختلفة يبقى كده مش هنخلص، كل حاجة هشوفها هقعد أفكر هي دي إيه. انت لما بتشوف قطه في الشارع انت بتعرف خلاص ان دي قطه، لان انت عندك مفهوم اوريدي، مفهوم عام عن القطه، فاي قطه بتشوفه بتعرف ان دي قطه، اي موبايل بتشوفه بتعرف على طول ان ده موبايل. لو انت ما عندكش القدره على تكوين الكونسبت العام او المفهوم العام للشيء، فانت كل ما تشوف موبايل هتحتاج تتعرف عليه من اول وجديد عشان تفهم ان ده موبايل، وكل ما تشوف مثلا بني ادم هتحتاج تقعد تفكر هو ده ايه الاول عشان تعرف ان ده بني ادم. لكن عشان خاطر احنا عندنا مفهوم الكونسبتس ده في مخنا، فاحنا بنكون مفهوم عام عن الشيء، واي حاجه نشوفها بقى شبهه نروح مدخلينها ايه تحت الكونسبت العام ده، بنقسم بيه العالم اللي حوالينا لكاتيجوريز او لتقسيمات مختلفه. طيب الخصائص بقى، الخصائص اللي هي انا يعني بفرق بيها كونسبت عن التاني بسميها الاتريبيوتس. يعني مثلا القطه ليها 4 رجول بينما الطيور ليها مثلا رجلين على سبيل المثال، ففكره بقى دي 4 رجول ودي رجلين، دي مثلا ليها منقار دي ملهاش منقار، دي ليها انياب دي ملهاش، هو دي بقى بسميها الاتريبيوتس اللي هي الخصائص او الصفات اللي بتميز لي كونسبت عن التاني. They are the elements of stimuli which are abstracted to enable us to form concepts. هي عباره عن العناصر اللي بنشوفها بعينينا او بنسمعها بوداننا ايا كان، بتخش عن طريق السنسز يعني، وبتخلينا نقدر نميز ونعمل كونسبت عن التاني. طيب ايه هي انواع الكونسبتس؟ في عندي نوعين اساسيين للكونسبت.
نوع اسمه فورمال ونوع اسمه ناتشرال. الفورمال كونسبت دون اللي هو بيكون عنده ريجيد رولز او يعني خصائص بتاعته ما بتتغيرش وما فيهاش اي لخبطه على الاطلاق، زي مثلا انك بتقسم الماده لسوليد وليكويد وجاز، صلب وسائل وغازي، دي ما فيهاش لخبطه او ما فيهاش مثلا تداخل ما بين كونسبت والتاني. مستحيل السوليد يكون في اي ليه علاقه بالليكويد، مستحيل الليكويد يكون سوليد، مستحيل تتلخبط ما بين الجاز مثلا وبين السوليد. لا، فورمال كونسبت، كونسبت ليه ريجيد رولز يعني ليه قواعد قويه وثابته، والفيشرز بتاعته يعني ايه اللي هي يونيك او فريده من نوعها، فمفيش كونسبت ممكن يدخل على التاني. بعد كده في الناتشرال كونسبت، وده بتكون حدوده او الحاجات اللي بتميزه مش بنفس يعني تحديد وقوه وظهور الفورمال كونسبت، لا بتكون عايمه شويه. على سبيل المثال مصطلح زي ايركرافت، مركبه يعني اللي هي ايركرافت ترجمتها حرفيه يعني هو ايركرافت اللي هي اي حاجه بتمشي في الهواء، ممكن تشمل البلين الطياره، تشمل المنطاد اللي هو الاير بالون، ممكن تشمل مكوك الفضاء السبيس شاتل. كل دي حاجات لو بصيت على الفيتشرز بتاعتها هتلاقي مختلفه عن بعضها جامد جدا. البالون ملوش اي علاقه بالطياره، ملوش اي علاقه بالصاروخ او المكوك الفضائي، بس كلهم بيشتركوا ايه في حاجه واحده بس كده بسيطه، ان هم كلهم بيمشوا في الهواء، فسميناهم كونسبت اسمه ايركرافت، ده بنسميه ناتشرال كونسبت. مثلا كونسبت الانيمال، الحيوان، الحيوانات مختلفة عن بعضها خالص بس بجمعها في الاخر كونسبت عام اسمه اللي هو انيمال، وهكذا. طيب الكونسبتس بتتدخل فيما بينها، يعني ايه؟ يعني انا عندي كونسبت عام اسمه حيوان، تحتيه في كونسبت مثلا الثدييات، وكونسبت مثلا للطيور، الطيور تحتها بقى كونسبت مثلا للعصفورة، وكونسبت للحمامة، وكونسبت للصقر، والثدييات فيها كونسبت مثلا للاسد، وكونسبت للنمر، وكونسبت للبني ادم، وهكذا. يبقى الكونسبتس بتشتغل بشكل هرمي وبتتداخل فيما بينها، في كونسبت عام تحتيه كونسبت فرعي، والفرع بيتقسم لحاجات فرعيه منه، وهكذا. ده بيسهل علينا التعرف على العالم من حوالينا عن طريق الكونسبت ده. اذا انا لو عرفت، لو شفت مثلا بني ادم، فانا اوريدي عارف ان ده داخل تحت كونسبت بني ادم، وفي نفس الوقت داخل تحت كونسبت الكائنات الحيه، وهكذا. ازاي بقدر يعني اتعرف على كونسبت جديد؟ في كونسبتس او في مفاهيم احنا بنتولد عارفينها، زي مفهوم الزمن والفراغ. انت طفل صغير بيتولد فاهم الزمن، بيحس بالزمن، بيحس بالفراغ اللي حواليه، فدي مفاهيم يعني اللي هي احنا مش محتاجين نتعلمها، بنتولد بيها. ما عدا ذلك بقى احنا بنتعلمه مع الوقت. الطفل يبدا يتعلم بقى يعني ايه انسان، يعني ايه ام، يعني ايه اب، يعني ايه سرير، يعني ايه كرسي، يعني ايه مثلا اكل، يعني ايه ميه، وهكذا. بيتعلم بقى الكونسبتس دي مع الوقت. بيتعلمها ازاي؟ عن ان هو في الاول بيبدا يكون او يعرف ايه الاتريبيوتس، ايه الخصائص بتاعتها. يعني مثلا الميه ملهاش لون، ملهاش طعم، فيبدا ما يشوف سائل ملوش طعم فيعرف ان ايه، ان دي ميه، تمام؟ يبقى عارفها عن طريق الاتريبيوتس، يجمعها في شكل كونسبت، وبعد كده بقى اي حاجه تانية شبهها يدخلها تحت الكونسبت ده على طول. ممكن الكونسبت، ممكن الاتريبيوتس دي تتشرح له بالكلام، يعني تقول له مثلا المثلث، يعني ايه مثلث؟ يعني حاجه لها 3 اضلاع. ممكن توري له صوره ليها، بروتوتايب. البروتوتايب دون اللي هو النموذج الاولي او النموذج البدائي جدا للكونسبت. يعني مثلا لو عايز اقول نموذج بدائي للطيور، نجيب مثلا عصفوره او اي شكل مثلا ليه منقار وليه جناحات وليه رجلين، فده كده طائر، فده كده بروتوتايب اللي هو نموذج اولي انا حاطه في دماغي. اي حاجه اشوفها شبه النموذج ده اعرف على طول ان هي طائر. اشوف مثلا عصفوره فلاقي فيها الخصائص اللي هي بتاعت البروتوتايب اللي في دماغي، اللي هو النموذج اللي انا حاطه في مخي، ليها رجلين، ليها جناحات، ليها منقار، بتطير، ده طائر، وهكذا. بقى لو شفت حد طائر انا اول مره اشوفه في حياتي ما اعرفوش قبل كده، بس انا في دماغي بروتوتايب ولقيته شبهه، يبقى اقول على طول عليه طائر، وهكذا. وكل ما يكون الكونسبت، او كل ما يكون بمعنى صح، كل ما يكون الاوبجكت خصائصه قريبه من الكونسبت اللي في دماغي او قريبه من البروتوتايب، كل ما اتعرف عليه بشكل اسرع. يعني لو سالتك دلوقتي هل الصقر طائر ولا مش طائر، هتقول لي اكيد طائر. ليه؟ الخصائص اللي في دماغك عن الطيور كلها موجوده فيه، عنده ريش، عنده جناحات، بيطير، عنده منقار. طب لو سالتك عن البطريق، طائر بس مش قوي، يعني ليه؟ اصله ما بيطيرش مثلا، مش فيه كل الخصائص وان كان فيه معظمها. طب لو سالتك مثلا عن الخفاش، لا والله بقى مش عارف، ممكن يكون طائر، ممكن يكون مش طائر، اصل الخفاش ملوش ريش، ملوش منقار، هو بس بيطير، ده الحاجه الوحيده اللي يتفق فيها مع الكونسبت بتاع البيردز او بتاع الطيور في دماغك. فتلاقي انك كونك تصنف البات او الخفاش تحت بند الطيور اصعب من انك مثلا تصنف البطريق او تصنف
الصقر ليه؟ بسبب البعد والقرب في الخصائص ما بين الاوبجكت اللي انت عايز تصقره وما بين البروتوتايب اللي في دماغك. طيب كده ديا كنا اتكلمنا، عرفنا يعني ايه كونسبت وانواعه، وعرفنا ازاي بنقدر نتعرف على كونسبت جديد، وعرفنا ازاي الكونسبت بتتداخل فيما بينها وبتكون بعضها فرعي تحت يعني في عام وتحتيه صب او فرع منه وهكذا. مراحل تكوين الكونسبت عند البني ادم، هو صغير لسه، لسه عنده سنه سنتين، ما يبقاش عنده لسه القدره الكامله ان هو يميز ما بين الكونسبتس المختلفه، هو بيكون اقصى ما عنده ان هو يميز ما بين الفاميليار والانفاميليار. يعني هو انا عارف مثلا ماما وبابا، فانا بشوفهم بطمن، شفت حد تاني غريب اخاف واعيط. ليه؟ مع انه بني ادم اهو، يعني داخل تحت نفس الكونسبت اللي انا بطمن ليه، مع ذلك لا بخاف واعيط. ليه؟ انه نون فاميليار بالنسبه لي، حاجه انا مش عارفها مش متعود عليها. تمام، ممكن مثلا لو شاف حيوان عايش معاه في البيت يتعود عليه، بيتعود على القطه اللي عنده في البيت، لكن لو شاف قطه في الشارع ممكن يخاف منها. ليه؟ نون فاميليار بالنسبه له، لسه ما عندوش الفكره ان ده كونسبت، فداخل تحت نفس الايه يعني الاوبجكت ده داخل تحت نفس الكونسبت اللي في دماغك عن القطه اللي عندك في البيت. لا هو عنده دي فاميليار انا عارفها وبشوفها على طول، ودي حاجه ان فاميليار ما بشوفهاش. طب يكبر شويه بقى يبدا مفهوم الكونسبت عنده يبقى ينضج اكتر، ويقدر يميز بين بتوين الديفرنت ايتمز، وده بيكون خلال بقى فتره التشايلد هود او الطفوله بعد ما يعدي سن 3 سنين كده. بعد كده ما يكبر اكتر يبقى عنده بقى مرحله التجريد او الابستراكشن، اللي هو يبدا بقى يبقى هو عنده القدره على ان هو يكون كونسبت بنفسه، ولو شاف حاجه مختلفه يقدر يميزها ويعرف هي تحت انهي كونسبت، وهكذا. طيب التايبس اوف ثينكينج، كده احنا خلصنا كلام عن الكونسبت والمفاهيم والكلام ده كله. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو كان اصلا بنتكلم عن الثينكينج والتفكير. احنا عرفنا يعني ايه تفكير، قلنا هو عباره عن mental activity بستخدمه عشان خاطر احل مشاكل، اخطط للمستقبل، اعمل اي شيء بقى. انواعه ليه نوعين اساسيين، نوع اسمه imagination thinking، وده اللي هو التفكير الخيالي، اللي هو بمعنى اصح كده ممكن نقول عليه بالبلدي كده السرحان، يعني ان انت لما بتسرح تقعد تفكر في حاجات ايا كان بقى الحاجات دي وانت سرحان، ده بنسميه imagination thinking. بيتميز بان هو بيكون حاجه unrealistic، غالبا بيكون شيء خيالي، انك بتبقى سرحان بتفكر في حاجات خياليه، ما بيكونش التفكير ده من اجل هدف محدد، وبيكون ان كنترول، يعني مش انت اللي بتخلي نفسك تسرح، انت اصلا بتكون ممكن تكون قاعد بتذاكر وتمسك سرحت وانت ما تعرفش انت سرحت امتى ولا سرحت ليه ولا ازاي، بحاجة حاجه ان كنترول، يعني حاجه غير متحكم فيها بشكل واعي، هي بتحصل لوحدها وبيكونش ليه هدف معين، هو بيحصل كده لوحده، وتقعد تسرح في حاجات وتدخل مواضيع في غيرها من غير هدف معين لعمليه التفكير دي. وبما ان هو ما انت ما بتبذلش مش بتبذل فيه مجهود، او هو بيحصل بشكل لا واعي، فبالتالي ما بيتعبكش، انت ممكن تفضل سرحان ساعتين كاملين بتفكر عادي ما تتعبش، بخلاف المذاكره او التفكير بقى اللي هنيجي له بعد كده، هو التفكير المنطقي اللي انت بتبذل فيه مجهود، ده متعب ما تقدرش تواصل فيه لفتره طويله. طيب مثال عليه، على التفكير اللي هو الايماجينيشن دون، قلنا مثلا السرحان او اللي هو الدي دريم، احلام اليقظه. مثال عليه برضك مشهور اللي هو الاطفال لما يجوا يلعبوا يبدا يتخيل مثلا ان في حد قدامه هو بيضربه او بيلعب معاه او بيجري وراه مثلا، ما فيش حد بس هو بيتخيله قدامه، فدون تفكير خيالي برضك، الايماجينيتيف بلاي ان تشايلد هود. النوع الثاني بقى والاهم واللي هنتكلم عنه بقيه المحاضره، اللي هو الكنترول ثينكينج، او اللي هو التفكير اللي احنا بنتحكم فيه بنفسنا، اللي هو بيكون تفكير منطقي وانا عامله بفكر يعني انا اللي بدأت التفكير دون، وعندي هدف من التفكير، عايز احل مشكله، عايز اخطط لشيء او ايا كان. طيب هذا التفكير بيتكون من 4 مراحل، بيتكون من 4 مراحل. اول مرحله اسمها البريباريشن او التحضير، اللي هي فيها بعمل ريكوجنايزنج تو ذا بروبلم اند ديفايننج ذا جولز، بحدد فيها انا هفكر في ايه وليه بفكر في الحاجه دي وعايز اوصل لايه في الاخر. بعد كده ابدا في تجميع المعلومات الخاصه بالمشكله او بالحاجه اللي بفكر فيها، انفورميشن جاذرنج. بعد ما اجمع المعلومات خلاص ابدا بقى اشوف حل للمشكله او الحاجه اللي انا بفكر فيها دي، السولفنج. دي المرحله الثالثه. السولفنج بيتم عن طريق اول حاجه ان انا بعمل اليمينيشن للمعلومات اللي مش مهمه او اللي انا مش محتاجها، ابدا ادور في الحلول واختار ذا موست ابروبريت سوليوشن، اكتر حل شايفه مناسب بعد التفكير. بعد ما احط الحل المناسب دون ابدا افترض كمان انه ما ينفعش واحط alternative سوليوشنز، حلول بديله. طيب وبعد ما اخلص كل الكلام ده ابدا بقى انفذ الحل اللي انا عملته. طب بعد ما انفذ الحل بخش في مرحله اسمها الايفالويشن، اللي هو بقى التقييم، هل الحل نفع؟ assessment of results بعد ما انا حليت. طب ما ينفعش؟ criticism بقى، ابدا انقد الحل واشوف ايه المشكله واعمل فيدباك، وليه ما ينفعش؟ وابدا ادور على حل جديد
ونعيد من الأول تاني. نفع خلاص، يبقى كده العملية thinking تمت بنجاح. طيب هنتكلم عن، احنا قلنا thinking ده بيحصل ليه؟ عشان حاجات كتير من ضمنها قلنا problem solving، فهنتكلم عن problem solving لوحدها لأنها من أهم الحاجات اللي احنا أصلا بنفكر عشان خاطر، يعني إن هي من أهم أهداف التفكير هو حل المشاكل. ال problem solving أو حل المشاكل ليه استراتيجيز كتيرة أو طرق كتيرة. أول طريقة عندي ال trial and error، اللي هو إنك تجرب وتغلط وتجرب وتغلط لغاية ما توصل لحل بدون تفكير معين. أنت بتجرب الحل اللي قدامك، تغلط تجرب غيره وهكذا. طبعا طريقة يعني من inefficient، أو مش اللي هي أفضل طريقة لإنك تحل بيها مشكلة. في طريقة تانية اسمها ال algorithms، اللي هي بقى طريقة التفكير المنطقي، اللي هو أنت بتبدأ ترسم خريطة ذهنية، تبدأ تقول أنا عندي مشكلة الفلانية هنا كده، أول حل ليها كذا، لو نفع هنعمل كذا بعديه، لو ما نفعش هنا هنعمل كذا، وتبدأ تعمل خطة ذهنية وخطوات محددة تمشي عليها. ده بنسميه algorithms، step by step method of trying every possible solution، يعني بترتب كل الحلول المتاحة في شكل كده أقرب حل اللي ينفع، لو ما نفعش هنخش في اللي بعده، لو ما نفعش يبقى اللي بعده، طب لو ما نفعش نرجع للحل الفلاني وهكذا. تبقى خطوات محددة من أول ما تبدأ أول حل لغاية ما توصل للحل المناسب، ودي تعتبر هي أفضل طريقة لحل المشاكل، ولكنها في نفس الوقت طريقة متعبة، بتاخد وقت طويل، بتحتاج تفكير كتير، لكنها بتكون أفضل طريقة بتوصلك للحل المناسب دايما. في طريقة تانية اسمها الهيوريستكس، اللي هي الطريقة الاسترشادية، ودي بتكون طريقة سيمبل كده، اللي هو تفكير بسيط، تشوف مثلا حل حد وقع في مشكلة قبل كده وتعمل زي ما هو عمل، أو تشوف أي حل بسيط جه على دماغك وتروح عامله على طول بدون تفكير، بدون ما تفكر مثلا هل الحل ده فعلا مناسب ولا مش مناسب. بيكون طريقة سيمبل ثينكينج وبتاخد وقت قليل جدا، فدي ميزتها. لكن عيبها بما انك ما بتفكرش كتير، بما انك ما بتهتمش بانك تشوف عواقب الحل دون، فممكن تعمل لك ايرور، يعني نسبة الايرور او الخطأ فيها بيكون عالي، اعلى من الالجوريزمز. وهنفهم اكتر فكرة الهيوريستكس دي يعني في العنوان اللي جاي ان شاء الله، هنتكلم عنها وعن انواعها بالتفصيل يعني. برضك عندي الريدكشن استراتيجي، اللي هو اجيب المشكلة الكبيرة او المشكلة المعقدة وابدا اقسمها لمشاكل صغيرة، وامسك كل مشكلة لوحدها واحلها، اسمها ريدكشن استراتيجي. اخر حاجه فايندينج انالوج، اللي هو احاول ادور على مشكله مشابهه لمشكلتي دي واشوف اتحلت ازاي عشان احل مشكلتي بنفس الطريقه. يبقى دي الخمس طرق لحل المشاكل، او الفايف ستراتيجيز فور بروبلم سولفينج. بعد كده عايزين نتكلم عن الكي باريرز تو بروبلم سولفينج. في بعض الحاجات باريرز دي معناها عوائق بتعوقنا عن حل المشكله بشكل صحيح. هنتعرف على بعض الحاجات دي دلوقتي. اول حاجه عندي حاجه اسمها المينتال سيت. مينتال سيت معناها ان انت تكون مصر على استخدام الطرق التقليديه المجربه، وما تحبش تطلع بره الصندوق كده، اللي احنا بنقول عليها كده، اللي هو ما بيحبش يطلع بره الصندوق. ومن اهم اشهر من اشهر الامثله على الموضوع دون، اللي هو الصوره دي، كان دايما يقول لك ايه، وصل بين اكتر من 4 نقط، او وصل تقريبا 9 نقط. من كان السؤال بيقول ايه؟ السؤال هنا كان بيقول وصل النقط دي من خلال 4 خطوط بدون ما ترفع القلم من على الورقة. كان كله بيحاول يوصل جوه النقط من غير ما يطلع بره، فلما طلع بره جرب حل بقى كريتيف محدش جربه قبل كده، نفعت فيه. فلو انت فضلت مركز دماغك في الحلول التقليدية بس من غير ما تحاول تخرج الحلول بره الصندوق، ده ممكن يكون عائق قدامك في حل المشكلة. حاجة تانية اسمها الفانكشنال فيكسدنس، اللي هي ان انت يكون قدامك تولز، ادوات، وما تعرفش تستخدم الادوات دي بشكل مبتكر، يبقى دماغك كله في ان الاداه دي بتستخدم في الحاجه اللي اتعملت عشانها بس، ما تعرفش تستخدمها مثلا استخدام مبتكر اول مره يشتغل. مثال شهير قوي على الموضوع ده اسمه التو سترينج بروبلم، او التو سترينج بروبلم. عندي السقف اهو بتخيط فيه او نازل منه حبلين زي ما انت شايف كده، ومطلوب منك انك تمسك الحبلين دول بايديك، الحبل ده بايد دي والحبل ده بالايد دي، زي ما انت شايف الحبلين بعيد عن بعض، بحيث انت لو مسكت واحد وجيت تمسك التاني مش هتعرف توصل مهما عملت. وقدامك هنا كماشه، اي حد هيبص يقول الكماشه ايه لازمتها هنا، مش اي علاقه الكماشه دي استخدمها في ايه هنا، انا عايز اجيب الحبلين دول امسكهم، الكماشه ملهاش اي لازمه هنا خالص. ولكن لو فكرت بشكل غير تقليدي شويه، اللي هو اخترعت استخدام جديد للكماشه بقى، انك تعمل ايه؟ تجيب الكماشه وتروح ماسكها رابطها في السترنج دون اللي هو الحبر دون، وتروح حادف الكماشه الناحيه دي، فالحبل يتمرجح كده، وتروح تمسك دون وتوقف، هتلاقي الحبل اتمرجح وجالك لوحده بسبب ايه؟
بسبب الطاقة اللي موجودة في الكماشة لما انت ايه حذفتها او مرجحتها كده. لو انت مش فاهم قوي الفكرة، يعني هي دي مشكلة مشهورة يعني، وبتتعمل دايما في السايكولوجي، بتضرب كمثال على الفانكشنال فيكسدنس، اللي هو انك ما تثبتش على الاستخدامات الاستقليدية. فلو كتبت على النت تو سترينج بروبلم، غالبا هيظهر لك فيديوهات يعني بتوريك الفكرة يعني عاملة ازاي. بعد كده حاجة اسمها الكونفورميشن بايس. البايس معناها التحيز، هو انك انت تكون متحيز للحلول اللي يعني هتصدق على الحاجات اللي انت بتؤمن بيها وبتعتقدها. فلو في حل مثلا، في امكانية نحل المشكلة، ولكن الحل ده لو انت استخدمته فانت كده بيعارض معتقداتك او بيعارض افكارك المسبقة، تقوم ترفض الحل، تقول لا مش هستخدم الحل ده، وتبقى تبعد عنه. ولو في معلومات تثبت ان الحل ده هو الصح، قررت تتجاهلها بسبب انك انت مش عايز تعمل تصادم مع your beliefs او معتقداتك السابقة يعني. فده اسمه confirmation bias، التحيز لمعتقداتك السابقة. ده برضك ممكن يخليك يعمل لك اعاقة عن حل المشكلة بسبب انك انت بتتجاهل حلول ممكنة لانها بتتعارض مع ما تؤمن بيه. طيب بعد كده ال availability heuristics. ال heuristics بقى، رجعنا لل heuristics تاني. الهيورستكس دي زي ما قلنا فوق انها ممكن تعمل لي مشاكل، اذا تعتبر من ضمن العوائق اللي ممكن تعيق حل المشكله. في عندي اربع او ثلاث انواع من الهيورستكس. اول حاجه اسمها الافيلابيليتي. الافيلابيليتي معناها انك تجرب اول حل يجي على دماغك بدون تفكير، اول حل يجي على دماغك تروح مجربه على طول بدون تفكير. ممكن الحل ده يطلع غلط، فانت لو كنت فكرت من الاول في الحل ده شفته مناسب ولا لا، كان ممكن تكتشف من البدايه ان هو غلط ما تعملوش وتفكر في حل مختلف. لكن لو انت مشيت ورا السيمبل او المنتال شورت كات دون، الهيورستكس دي بنسميها منتال شورت كاتس، اللي هي يعني ايه، المخ كده بيريح نفسه وبيعمل شورت كات كده على حل سريع وسهل بدل ما يفكر كتير. فاول نوع الافيلابيلتي ان هو اشوف اي حل جه على دماغك وتروح عامله على طول في ساعتها. يعني حاولت اجيب مثال عليها يكون واضح شويه. اللي هو مثلا ايه، لو فرضنا واحد مثلا عايز يكتب مثلا او يعمل محتوى، يقدم محتوى للناس، فقدامه كذا منصة يقدم على المحتوى، ممكن يقدمه على يوتيوب أو على فيسبوك أو غيره. بدل ما يقعد بقى يفكر مثلا هل المحتوى ده مناسب ليه الكتابة ولا الفيديوهات، بالتالي يعمله على الفيس مثلا ولا على اليوتيوب ولا ايه الطريقة المناسبة، لا، فيشوف أول حل جه على دماغه اللي هو مثلا ايه، لسه مكلم صاحبه امبارح على اليوتيوب، فاليوتيوب هو أول حاجة في دماغه، يروح ايه داخل على اليوتيوب على طول بدون تفكير. طبعا الحل ده ممكن يكون صح يعني، مش شرط يطلع غلط، بس في إمكانية إن هو يطلع غلط ويخليك ضيعت وقتك في مشكلة كان ممكن تتجنبها لو فكرت في البداية. يبقى ده مثال على الافيلابيلتي. بعد كده النوع الخامس او اللي هو رقم خمسة في المشاكل، والنوع التاني من الهيورستكس، الريبريزنتيتفنس، اللي هي يعني ممكن مش عايز اقول ترجمة حرفية ليها، بس هي انك انت يكون عندك ريبريزنتيشن او تمثيل لنمط معين في دماغك. يعني على سبيل المثال انت عندك تخيل في دماغك لشكل الاشخاص، الدكاترة مثلا، دكتور بيكون راجل لابس بالطو أبيض ولابس سماعة مثلا. فلما دلوقتي واحد يشوف شخص لابس بالطو وسماعة، أول حاجة في دماغه ده إيه؟ على طول إن ده دكتور. ليه؟ لأن أنت عندك ريبريزنتيشن في دماغك إن الشخص ده، إن هو الشخص الدكتور بيلبس بالطو سماعة. فأول ما شفت شخص وعايز تعرف شغال إيه، حكمت عليه على طول لما لقيته مشابه لنمط موجود في دماغك. طب هنا دي حاجة بديهية يعني، لابس بالطو سماعة أكيد دكتور. فخلينا ناخد مثال على حاجة مثلا ممكن تغلط فيها. لقيت واحد مثلا كاتب على بروفايله على الفيس إيه، أصعب كلية في مصر، أول حاجة تيجي في دماغك إيه، إن هو مهندس. ليه؟ لأن المهندسين هم بيبيعوا نفسهم كده، مع إنه مش بالضرورة، ممكن يكون في علوم وشايف إن كليته أصعب كلية، ممكن يكون حتى في تجارة وشايف إن التجارة أصعب كلية في مصر عادي. بس أنت عندك دايما إيه، ريبريزنتيتفنس للمهندسين، إن هم دايما بيقولوا على كليتهم إن هم أصعب كلية في مصر. فلما تشوف ده على الفيس يبقى على طول ده في كلية هندسة. فده مثال برضك على ال representativeness heuristic. طب عايزين برضك مثال يكون فيه مشكلة، يعني يعمل لي مشكلة حقيقية. لو انت مثلا عندك تصور معين عن الناس المجرمين مثلا، عن المجرمين اللي هم بيقتلوا او بيسرقوا كده، وشفت مثلا قدامك اتنين متهمين، او قدامك اتنين يعني ممكن يتهموا بحادث قتل او حادث سرقة، شفت واحد فيهم راجل شكله كده ابن ناس ولابس لبس محترم وبتاع، واحد تاني شكله يعني مش ابن ناس خالص ولابس لبس مش كويس وبتاع، فانت دايما على طول اتهامك وهتتهم مين؟ هتتهم على طول مين؟ الشخص اللي انت شايفه صورته تناسب او يعني توافق النمط الكلاسيكي عندك عن المجرمين او عن مثلا الحراميه او كده. بينما ممكن يكون هو مش كده خالص، ممكن يكون هو شخص محترم، ويكون الشخص التاني اللي لابس لبس محترم من الناس ده هو اللي سرق او هو اللي قتل.
لكن انت بسبب التنميط اللي عندك او الريبرزنتيشن اللي في دماغك، فانت اخترت ان انت بدل ما تقعد بقى تدور على الادله بقى وتشوف بقى مين اللي عمل وتدور على الادله وكده، لا انت تشوف ايه الحل الاسهل، انا في دماغي نمط عن المجرمين، فشوف ايه اللي بيتناسب مع النمط ده واحط الشخص فيه على طول. يبقى دي كلها امثله على مشكله الريبرزنتيفنس هيوريستكس اللي ممكن تؤدي بيك لحل خاطئ للمشكله بسبب انك انت استخدمت النمط اللي في دماغك على طول بدون تفكير. طيب يبقى judging the likelihood of things in terms of how well they seem to represent or match particular body type، تحكم على حاجة من خلال هي قد ايه شبه البرو تايب الموجود في دماغك، وبالتالي ممكن يخليك تتجاهل معلومات تانية مهمة اهم من برو تايب، زي ما قلنا كده تتجاهل الأدلة مثلا الخاصة بالجريمة وتركز على ان الشخص ده شبه المجرمين فيبقى هو المجرم. اخر حاجة في الهيوريستكس الفريمينج اللي هي مشكلة التقطير، اللي هو انت ايه بتبص على اطار الصوره من بره وما تبصش على الصوره نفسها، ما تركزش في الصوره، يعني انت تشوف صورتين زي بعض بس ده اطار بتاعها حلو ودي اطار بتاعها مش حلو، فتاخد على طول الصوره اطارها حلو. ليه؟ عشان انت ركزت في الاطار. مثال بقى واقعي على كده، اللي هو مثلا لما تيجي تشتري حاجه، تيجي تشتري مثلا علبه لبن، فتلاقي اللي مكتوب عليها 90% خالي من الدهون وعلبه مكتوب فيها 10% دهون، طب ما هما الاثنين نفس الفكره بس دي مكتوبه بشكل حلو 90% خالي من الدهون فكانه بقى حاجه صحيه قوي وبتاع، بينما لو تبقى 10% دهون تركز لك على الجانب السيء اللي في اللبن فانت تبعد عنه، مع ان الاثنين هما لو انت فكرت او يعني خدت وقت انك تفكر هتلاقي ان العلبتين نفس المكونات نفس الفايده والضرر متساوي بينهم، ولكن بان دي اتعرضت لك بشكل حلو في اطار جميل فانت اخترتها بدون تفكير. يبقى انت هنا برضك اعتمدت على ايه، زي ما انت شايفين كل هيورستيك بتكون سيمبل ديسيجن كده، انت بت 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 يعني بتاخد القرار بدون تفكير. مثال تاني مثلا لو قلت لك ايه، انا عندي 1000 واحد تعبان، لو وريتهم الدواء رقم A هيعيش منهم 300، لو وريتهم الدواء رقم B هيموت منهم 700. طب ما هو الاثنين نفس الفكره، ما هو الدواء رقم A هيعيش 300 يعني في 700 هيموتوا، ولكن لما قلت لك هيعيش 300 ركزت لك على الجانب الايجابي اللي في الدواء، بينما لما قلت لك في الدواء رقم B هيموت 700 ركزت لك على الجانب السلبي، فانت بشكل كده لا واعي هتروح دايما ايه عقلك رايح على ايه، على الدواء رقم A، مع انك انت لو خدت وقت وفكرت هتلاقي ان الاثنين مش اي فرق بينهم. يبقى دون اسمه الفريمينج هيورستيك اللي هي الديسيجن ميكنج، بتعمل قرارك بناء على الفريم ورك ان ويتش ذا سيتويشن اور ايتم از بريزنتد، بناء على الاطار اللي الخيار اتحط لك فيه مش على الخيار ذات نفسه وحقيقته. كده خلصنا الجزء الخاص بالعوائق اللي ممكن يعني تعوقنا عن حل المشاكل بشكل سليم وصحيح. اخر موضوع معانا موضوع بسيط اللي هو الكريتيفيتي. الكريتيفيتي اللي هو الابداع الابتكار، انك تكتشف او يعني تخترع حل جديد للمشكله ما كانش موجود قبل كده، ولكن طبعا لازم يكون حل موجود حل مش موجود ويكون حل شغال، يعني ما تجيبش حاجه اللي مش موجود ومش مفيد انت كمان ما عملتش حاجه، ده كان مش كريتيفيتي. يبقى الكريتيف سوليوشن لازم تكون نيو جديده انوفيتيف مبتكره اند يوسفول تكون مفيده. طيب ايه هي يعني ايه هي المراحل اللي بيعدي فيها اللي بتعدي فيها الكريتيفيتي عشان الشخص ينتج حل كرييتيف لمشكله ما؟ نفس الثينكينج، بدانا بالبريبريشن، هنبدا هنا برضك بالبريبريشن اللي هو تحديد برضك المشكله، هي مثلا المعلومات الموجوده عنها، الحلول الممكنه اللي اتجربت قبل كده وهكذا. بعد كده الانكيوبيشن ان هي تقعد فتره كده بعيد عن المشكله بدون ما تفكر فيها خالص، بوت اواي ذا بروبلم از بوت اواي فور ا وايل اند نوت اباوت، ما تفكرش في المشكله وتبعد عنها لفتره طويله. بعد ما تبعد عنها فترة طويلة بيحصل بقى الالومينيشن اللي هو الالهام او يعني الاضاءة، بقى بيجي لك ايه الفكرة تيجي لك مرة واحدة كده، بتيجي فجأة لايك انسايت كأنها الهام بدون ما يعني بدون تفكير. طبعا هو مش معنى كده انك انت لو عايز تجيب حل المشكلة دي ما تفكرش فيها هتلاقي الحل جاي لك، هو الفكرة لو انت الشخص المبدع اصلا بيفكر بالطريقة دي او هو بيحصل له كده، او لما بتيجي لك انت فكرة ابداعيه غالبا بتحصل بالطريقه دي، ان انت بتبعد عن المشكله فتره فتلاقي الحل جاي لك، مش معنى كده انك اجي اي مشكله عايز تحلها تروح تبعد عنها فتره فالحل يجي لك، لا طبعا. واعتقد ده برضك احنا بنلاحظه، يعني انا مثلا عن نفسي احيانا ممكن اجي مثلا كنت اجي مثلا اجي احل مساله رياضه ما اعرفش احلها واقعد افكر فيها ساعه كامله مفيش حل خلاص مش عارف احلها، اسيبها واقوم مفيش مثلا بعدها بساعتين الاقي مره واحده انا قاعد الحل جنط في دماغي من غير ما افكر اصلا، فهي دي الفكره، ده المعنى المقصود من الكلام يعني. طيب بعد ما الحل نط في دماغك خلاص اللي هو الاليمينيشن، تعمل فيريفاي بقى تروح تجرب الحل وتشوف فعلا طلع حل مفيد ولا لا. يبقى دي هي الكرياتيفيتي. الكرياتيفيتي بتعتمد على انها تكون حاجه اوريجينال
عارف انت كلمة اوريجينال دي اللي هي بتستخدم في الافلام، يقول لك ده فيلم يوتيوب اوريجينال، يعني حصري اليوتيوب، نتفليكس اوريجينال، حصري نتفليكس، حاجة برضك اوريجينال، اوريجينال من عندك انت، ما خدتهاش من حد تاني. وانها تكون انك انت تكون يعني انك تكون عندك قدرة على انك تولد افكار مختلفة لو الفكرة الاولانية فشلت، بحيث تكون فلوينت اند فليكسيبل. طيب فليكسيبل اللي هو المرونة، اللي هو انت تقدر تغير الاستراتيجي بقى لو استراتيجي فشلت تغير واحدة غيرها وهكذا. يبقى ده كان اخر موضوع، اخر موضوع في محاضرة الثينكينج اللي هو الكريتيفيتي والابداع. يبقى احنا اتكلمنا عن يعني ايه ثينكينج، عرفنا فكرة الكونسبت والمفهوم وازاي احنا بنصنف الحاجات اللي حوالينا في العالم كله، وازاي بنقدر نتعرف على مفاهيم جديدة، تعرفنا على انواع التفكير وازاي بنحل المشاكل، وعرفنا ايه الحاجات اللي ممكن تمنعنا من حل المشاكل بشكل صحيح عشان نحاول نتجنبها لما نيجي نحل مشكلة، واخيرا اتكلمنا شوية عن مفهوم الابداع او الابتكار. كده دي كانت المحاضرة رقم 5 تقريبا، او المحاضرة الخامسة. المحاضرة دي طولت معانا شوية فهنكتفي بيها في الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو الجاي هنحاول نشرح فيه بقى محاضرتين كمان عشان نحاول ننجز بقدر الامكان، يعني لان انا اتأخرت في تنزيل فيديوهات. وبس، السلام عليكم. أمي.